et c'est Mohamed. Ce sont deux artistes importants, deux artistes respectés mondialement, et je trouve que c'est formidable de leur avoir donné la possibilité de s'exprimer et d'avoir surtout cette sculpture, ces sculptures, vous allez voir celle de Sebrada après, combien ces sculptures changent à la fois le lieu et l'espace. كاين لاكا كاين المحطه ديال القطار، المحطه ديال القطار كتسفر الناس، الملايين ديال الناس في المغرب ياك، طريقه مزيانه قلت قبيله دينيمون وداك الشيء. انا اللي بغيت ندير بغيت غير نطول هذاك السفر ديال الناس، نطوروا على بلاصه اخرى، يعني ماشي غير في المغرب، يمشي لافريقيا. هذا الشيء علاش كاينه الخريطه ديال افريقيا. العنوان ديال العمل سميتو مرحبا، مرحبا اللي هي ترجمتها لتقريبا شي 20 لغه كتهضر في افريقيا، لان في هذا لاكار كيدوزوا الافارقه بزاف، الدار البيضاء كيدوزوا الافارقه، والمغرب هو باب او بوابه ديال افريقيا. اما التقنيه ديال العود على يعني الفكره ديالو وهو ليشافوداج، ما عرفتش بالعربيه شنو اللي كيستعمل باش نبنيو شي حاجه، كنديروا العود وكنديروا هذا باش كنشدوا البني، دونك الشكل على شكل هذا ليشافوداج. وهذا ليشافوداج فيه حتى الجانب اللغوي ديال الترجمه ديال مرحبا، وفيه مشروع ديال بناء واحد القاره والربط، وليكار كيكون يعني هما وسائل ديال الربط ما بين الناس، ما بين الحضارات، ما بين الثقافات.